هل تتجه البنوك المركزية إلى تثبيت معدلات الفائدة بنهاية العام 2023؟ في البداية نبدأ مع الفيدرالي الأمريكي الذي سيصدر اليوم يعني قراره بخصوص السياسة النقدية. نذكر أنه التضخم أمس بلغ 3.1% خلال شهر نوفمبر، وبالتالي يعني تباطأ مقارنة مع شهر أكتوبر، وذلك طبعا بضغط من أو بدعم من انخفاض تكاليف الطاقة، لكن يبقى طبعا بعيدا عن مستهدفات الفيدرالي الأمريكي وهو 2%. وبالتالي من المتوقع أن يقوم الفيدرالي اليوم بتثبيت معدلات الفائدة في نطاق 5.25% و 5.5%. إلى ذلك نذكر أيضا أنه بحسب التوقعات من المرجح أن يقوم الفيدرالي الأمريكي ابتداء من مارس من العام 2024 بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. انتقالا إلى بريطانيا، يعني نذكر أنه بنك إنجلترا أيضا من المتوقع في اجتماعه غدا أن يقوم بتثبيت معدلات الفائدة. إذا بالنسبة لبريطانيا نذكر أنه متوسط الأجور في بريطانيا قد انخفض بها أكثر من 1% في الشهرين الماضيين. أيضا بالنسبة للتضخم السنوي في بريطانيا خلال أكتوبر وصل لأدنى مستوياته في عامين عند 4.6%، ولكن على الرغم من ذلك أيضا يبقى بعيدا عن مستهدف بنك إنجلترا وهو 2%. وبالتالي يعني التوقعات كما ذكرنا تشير أن بنك إنجلترا سيبقي على معدل الفائدة عند 5.25%. انتقالا إلى البنك الوطني السويسري، أيضا من المتوقع يعني أن يقوم بتثبيت معدلات الفائدة في اجتماعه غدا. نذكر أن هناك توقعات بنمو الاقتصاد السويسري بأكثر من 1%، بنسبة 1.1% تحديدا بالنسبة للعام 2024. وبالتالي يعني من المتوقع غدا أن يقوم البنك الوطني السويسري بتثبيت معدل الفائدة عند 1.75%. أخيرا انتقالا إلى البنك المركزي الأوروبي، نذكر في البداية أنه أيضا التوقعات حتى نهاية العام الحالي تشير أنه سيقوم بتثبيت معدل الفائدة عند 4%. بالنسبة لتوقعات دوتش بنك بالتحديد، هو توقع منذ يعني بضعة أيام أصدر توقعاته أنه خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي سيكون بواقع 150 نقطة أساس ابتداء أيضا من العام المقبل العام 2024. إذا نظرنا في التضخم السنوي أيضا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، نذكر صحيح أنه انخفض في شهر أكتوبر، ولكن أيضا بقي بعيد عن مستهدفات البنك المركزي الأوروبي. وبالتالي يبقى السؤال، هل فعلا غدا ستقوم البنوك المركزية بتثبيت معدلات الفائدة وأيضا بالنسبة لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم؟